كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم، اسم ديالي يسرى الميموني من مدينة طنجة، فاعلة جمعوية ونشطة بمواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص موضوع التبرع بالأعضاء، هذه المبادرة أنا كنعرفها يعني منذ زمان من خلال بعض البرامج اللي كنت شفته من برامج أوروبية وبرامج مغربية اللي يعني تداولوها هذه 4 سنين الأخيرة. قريت عليها في بعض الكتب، عرفت الموضوع من خلال المحيط ديالي وصافي، بقات عندي الفكرة وكنت متأكدة أنني غادي نتبرع واحد النهار، كنتسنى فقط الفرصة المناسبة. في البداية ديالي ملي تواصلت مع المحيط ديالي بخصوص هذه المبادرة كانوا مستغربين، جاتهم غريبة يعني كيفاش واحدة من المحيط ديالهم بنتهم الوحيدة غادي نزل عليها مسمى هذا القرار أنها غادي يجي واحد النهار وغادي تبرع، وكنت فعلا كنحسب لهم غير كنضحك ولا يعني فقط يعني أمزح، حتى فعلا كنت كنقول لهم راه فعلا راه يعني أعني ما أقوله غادي نتبرع، وجاتهم من بعد استغربوا ولكن أمنوا بالفكرة ويعني كيعرفوا بخصوص هذه المبادرة هذه وشجعوني عليها، وشجعتني الأم ديالي اللي قالت لي حبذا لو أنك يعني تبرعتي في مناسبة الميلاد ديالك، يعني تكون هدية لنفسك يعني تبرع نهار عيد الميلاد ديالك، هذه انا خصيت اعظم يعني اعظم هديه يمكن ان نقدمها للذات ديالي. احساسي صراحه ما عمرني حسيت بالفرحه، لاني ممكن اني نكون كنقدم يعني هدايا للاصدقاء ديالي للناس، ولكن هذه كنحسبها اغلى هديه ممكن اني نعطيها لشي واحد. بخصوص الاجراءات كانت جد بسيطه، ما كاينش شي حاجه اللي هي معقده، ما فيهاش نهائيا تعقيدات، الامر جد سهل، خص فقط يعني الولوج للمحكمه الابتدائيه ماشي محكمه الاستئناف فقط للتوضيح، خص تمشي يعني المتبرع خصو يمشي في 9 ديال الصباح ما بين 9 وال11 ديال النهار، ما يخليش حتى 12 حتى رئيس المحكمه ما كيكونش ونائب وكيل الملك ما كيستقبلش الناس نهائيا. صافي كتمشي خصك كتمضي على واحد يعطيوك واحد الوثيقه خصك تقراها ديال التبرع بالاعضاء، كتقراها مزيان كتمضي عليها، كيخليو لك واحد الكتاب كتمضي فيه وكتكتب فيه الاسم ديالك، ومباشره كيديوك عند رئيس المحكمه وعند نائب وكيل الملك باش كامل معاك واحد التصريح اللي هو بسيط، كتعطي له لاكارت ناسيونال ديالك بلا ما تشوف فيها باش يعرفها واش هذيك ديالك ولا مزوره، ولا كيسقسيك واش مآمن بهذه الفكره بعد الاسم ديالك والنسب ديالك، فين كتسكن، شكون هما الوالدين ديالك، الاسم، النسب، الجدود، العائله، صافي يعني هادو الاسئله، وعاد كيسقسيك واش مآمن بالفكره باش كيزيدها في التصريح، واش جيتي بكامل قواك العقليه، واش ما كاينش ضغوطات، صافي هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا منك، صافي ديك الساعه كتمضي بخصوص واش مشيت عند الفقيه ولا ما مشيتش، صراحه ما فكرتش، واخا يعني المحيط ديالي يعني خالي وجدي والمحيط يعني العائلي داخل في الفقه ديال الشريعه يعني الاسلام عموما، ما سقسيتهم شي نهائيا حتى قمت بالمبادره، عساك فكرت لان النيه ديالي اصلا راه صدقه جاريه، والصدقه راه الله الواحد، الله سبحانه وتعالى الواحد اللي كيعرف الجزاء ديالها، ومن استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، يعني لما التردد، والجسم ديالنا هو كيتحلل مع التراب، يعني ما غاديش حتى واحد ما غادي يستفد منه، يعني اللهم واحد الانسان اخر يعاود يحيى من جديد، يعاود يعيش واحد الحياه جديده بفضلك، بفضل الله سبحانه وتعالى، من بعد فضلك انت غيبقى يدعي معك حتى لاخر يوم في حياته، مثلا دائما ما غاديش ينسى هذا الجزاء اللي انتفه. واحد السيد كتلقاه مثلا خصو عنده تصفيه، خصو يصفي الكليه ديالو، انت كتريحو من العناء ديالو كتعطيه كلوه جديده، واحد السيده خصها قلب، واخا تكون ماديا لاباس عليها ميسوره، شكون هذا اللي غادي يعطيك القلب ديالو؟
يعني هذه المبادرة خص تكون عندنا واحد الثقافة، خص المجتمع المغربي يتبدل، خص يزول ذاك التخوف اللي عنده، خص تنشر الثقافة ديال الوعي من خلال المجتمع المدني، من خلال ندوات، برامج، الوركشوب، يعني نحاول أن نبدلوا هذا السيستم اللي عايشين. صديقة البارح كنظن تحدثوا على أمل هواري، فعلا البارح في الصباح قامت بالمبادرة والحمد لله جاب الله التيسير، وكنت سعيدة. يعني هي أصلا كانت في بالها الفكرة، غير زادت تشجعت وصافي، يعني جددت لها الحماس بحال اللي قالت في التدوينة ديالها، والحمد لله. وماشي هي الوحيدة، راه كاين أصدقاء، كاين صديقات يعني أخريات ماشي من مدينة طنجة، من الأبرة، صافي يعني قرروا أنهم غادي يتبرعوا. واحد صديقة أخرى مازال ما التحقت بنا، كنتمنى تلتحق، حتى هي اقتنعت بالفكرة وكتحاول تقنع الزوج ديالها باش يكونوا أول كوبل غادي يتبرع بالأعضاء ديالها. الحمد لله، كنتمنى المغرب كامل يتبرع بالأعضاء ديالو، لأن فعلا محتاجين، الناس محتاجين، كاين مرضى بزاف اللي محتاجين نتبرعوا لهم بالأعضاء ديالنا ونتبرعوا لهم بالدم فعلا لننقذ البشرية. بالنسبة للناس اللي باقي عندهم تردد، كنفضل أنهم يقراوا على الموضوع، يعني ما يكتفيوش غير فقط يعني بالنقد، النقد اللي هو ماشي هدف، ما عندوش هدف. يقراو الكتوبه، يشوفوا البرامج الاوروبيه هي الاولانيه، لانهم عندهم 70% من الناس ديال اوروبا عندهم عادي انهم يتبرعوا، ما عندهمش حتى الوثيقه، صافي رجع لهم امر عادي. هادو الناس اللي هما ماشي مسلمين، يا حسره، وحنا الناس اللي مسلمين مازال عندنا واحد الشك في هاد المبادره، باقي الناس ساخين، ميتين وساخين عليهم الاعضاء ديالهم، الله يودي. صافي، يعني هذه هي الرساله، انهم يعاودوا يفكروا في الموضوع ويعاودوا، يعني الانسان اللي مثقف بخصوص هذا الموضوع هذا يعني ينصح الاخ ديالو، وهذا ينصح هذا ينصح هذا، حتى يجب الله التيسير. سؤال صراحه غريب وما تطرحش عليا بخصوص هذا الموضوع، خصوصا في الانتماء السياسي. كنظن ان المبادره ممكن انها تعزز المستقبل ديالي بخصوص الدراسه، يعني انا الدراسه نوعا ما غتكون عندي اون باراليل مبادره عندها علاقه مع الطب والمجال اللي غادي ندرس فيه، راه متعلق بالطب حتى هو. ولكن في المجال السياسي كنظن ان هذه الفكره هي تطرحات، يعني دابا المجتمع المغربي كله كيهضر على هذه المبادره، ممكن ان ديك الانتماء السياسي ممكن انها تطرح على وزير معين مثلا ديال الصحه، ممكن تطرح الفكره ودي تعزز ودي تناقش مثلا في البرلمان، تناقش في اللقاءات، في الندوات، ويكون عندها واحد الطابع خاص. ممكن انها تزاد هي اصلا راه كاينه في القانون، ولكن باش يزيدوا يعني يتكلموا عليها ويزيد يكونفيرميوها يعني.